احنا بنبص على التجربه بتاعت الفور الايه البرميبيليتي تيست، عاده بنعملها بوسيله ملموس زي الايه زي اللي احنا شايفينه ده، وبجيب العينه بتاعتي يا اما ادمجها جوه هذا الايه السلم واجهزها جوه هذا الايه السلم، يا اما لو كانت التربه اللي عايز اختبرها دي قريبه من ايه من سطح الارض ممكن ان اشغل نفس هذا السلندر ككور قطر الشفه الايه القاطعه بتاعته دي، اروح اقطع مين عينه من ايه من السويل واجيبها بايه بنفس ترتيب الحبيبات بتاعتها بحيث انها اقرب ما يكون لايه للطبيعي. عاده بتكون الكلام ده محطوط على بيز مخرم زي اللي احنا ايه شايفينه ده يسمح بسريان الميه، بس مش عايز الفلو بتاع الايه الميه ياخد معاه مين الحبيبات، فبحط له ايه شبكه برضو تمنع مين الفلو بتاع مين الميه بتاعي مع الايه مع الحبيبات. الكلام ده كله بقى موجود زي الخليه اللي موجوده عندنا جوه مين هذا التانك، فانا بحطها جوه مين هو هذا التانك وبملى التانك بالميه، ما بملهوش بقى التانك ميه مره واحده بلاقيه بالميه، لان لو حضرت كده ممكن يكون في فقاعات هواء او مش فقاعات هواء في هواء جوه الايه العينه بتاعتي يتحبس ما يخرجش، فانا عايز اخرج مين كل الهواء اللي موجود، فبقوم عامل ايه بملى التانك على مراحل، وليكن املى الربع بتاعي واسيبها هي بالكابيلاري اكشن الخاصيه الايه الشعريه تشد مين الميه تسحب المعينه تسحب الميه تقوم تطرد الايه الهواء معاها لفوق، ثم ارفعها بعد ساعتين ثلاثه كده ارفعه ايه لنص الجنب وهكذا، افضل ايه اعمل الكلام ده على مراحل بهدف ايه ان الكابيلاري اكشن ياخد الكلام ده ويطرد الايه الهواء. لما اقرب بقى من اخر ايه سطح العينه بقوم قافل عليها واقوم بعد كده مكمل التانك الايه لحد الاخر بتاعه، الاخر بتاعه مش هنا طبعا اكيد، الاخر بتاعه هو مكتوب مين الفتحه اللي موجوده عندي هنا، انا عندي هنا اهو مكتوب في فتحه هنا موجوده لو الميه عليت عنها بايه بتنزل بحيث احافظ على الهيد اللي موجود في التانك ده هيد ايه ثابت وايه وغير ايه متغير. ده بالنسبه لي هو الديتا اللي هو منسوب الميه عند مين عند المخرج او الاكس. الكلام ده بقى متوصل بالماسوره الراسيه دي اللي اطلقنا عليها مين اطلقنا عليها في المحاضرات وفي المسائل ستان بايب، الماسوره الايه الراسيه ذات مقطع ايه صغير الايه الموجود عندي. بقوم مالي هذا الكلام بقى رافع الهند عليها. والمفروض بقى ان مع الوقت هيحصل هي يا باشمهندسين الهند ده، يعني مع الوقت هيبتدي ينزل 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 لان دي تجربه ايه؟ فولينج هاد ايه؟ فيرميبيليتي تيست. انا هنا مش شايفه بينزل بينزل ببطء، يعني ممكن بعد نص ساعه واحنا خارجين الاقيه نزل ايه؟ 2 سم وبعدين بعد شويه كمان نزل شويه كمان وعشان اقدر اقدر اراقبه ان شاء الله حتى لو عايز اراقبه على مدى ايام اقدر اعمل مين؟ هذا الايه؟ ففي الاخر اصبح عندي فولينج هيد في اي لحظه الهيد بتاعي هو المسافه من فين لفين؟ هو المسافه من النقطه دي لحد مين؟ لحد الديتم. الديتم هو مين؟ هو منسوب الميه عند المخرج، هي منسوب الفتحه اللي في الايه؟ اللي في التانك ده هو الهيد ايه؟ المسافه الهيد بتاعي هي المسافه من هنا الى مين؟ الى ايه المنسوب الميه الموجود عندي. مع الوقت بقى ده عمال ينزل وانا باخد قراءات لمين؟ للهيد زمن هيد زمن او زمن وهيد ايوه. المهم في الاخر طبعا في القناه اللي يقول لك بتساوي ايه؟ الايه الصغيره اللي احنا ايه شايفينها مسحت المقطع دي في الهيد اللي هو ارتفاع مين؟ العينه بتاعتي على الايه الكبيره اللي هي مساحه المقطع الايه الكبير تحت في ايه؟ تي 2 ماينس ايه؟ تي 1 مضروبه في اتش 1 على مين؟ على اتش 2. يبقى انا كل المعلومات دي البيانات دي عندي باقي قراءات الزمن والهيد بحيث ان انا اخد ايه؟ زمن تي 1 وايه؟ وتي 2 ومعايا اتش 1 واتش 2 واطبق اجيب مين؟ المعادله ايه بتاعتي معامل النفاذيه. لو كانت التربه نفاذيتها عاليه كنت اتوقع ايه؟ الاقي ده بينزل بسرعه 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 وفي الاخر ايه؟ ما عنديش دقه في الايه؟ في القراءات بتاعتي علشان اجيب مين؟ يبقى في الحاله دي اروح لمين؟ للكونستنت ايه؟ التست بدل مين؟